بيصدر نفسه كبطل شعبي. ما هو اللي عايزه تتصيد لك الاخطاء هتصيد لك اكيد. انا اذكى من كده بكتير. سامحته في الشده؟ ان ربنا اداني اب عظيم، كل واحد رب ابنه زي ما عايز. ولو بنتي عوضي؟ لا قصه تانيه، ما حدش يقدر يعكسها اصلا. لا ما حدش يقدر. صاحبي احسبها زي ما تحسبها. القناع مش لازم خالص يبقى خديعه. ما فيش حد بيقدر يكذب طول الوقت. مراهق حبيب وشاب حبيب لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي. عرب بيتكسف. ما حصلش. الراجل طلع ده من مصر كلها. ولا انت اكل عيشك الكلام يعني؟ لما توفت كنت صغير قوي. انا اتربيت كده واخواتي اتربوا كده. انت قلت كده والدنيا اتقلبت، قامت ما قعدتش. وانا هو بيضربني عشان ما بيحبنيش ولا بيضربني عشان يقومني؟ كان حب صادق وناضج وواعي. هو ان ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي، لان انا عشت معاها ايام بفترات بمواقف بمراحل. فلا طبعا كان حبكم باين وصوته عالي كده مسموع. وكان الانفصال راقي، كان محترم هادئ، ما كانش ليه صوت. زي ما بقول لك يعني، هي النهارده بقول لك هي الحب الحقيقي في حياتي، وافضل اقول كده على طول. خلي بالك مش دلوقتي بس، لان مش هعيش اللي انا عشته مع ياسمين. مش بصي انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول لك كلام تاخد عليها بعد كده، بس انا بقول لك الحقيقه. انا ما عشت معاها احلام حياتي. ممكن نقول عمرنا ما هنحب كده تاني، عمرنا ما هنعيش اللي عشناه ده مره تانيه، بنحب تاني وبنعيش تاني. ليه قافلها كده؟ مش قافلها، مش قافلها، ومش بظلم نفسي. انا بقول لك الحقيقه. ده قصدي. لا مش بظلم نفسي، انا بقول لك الحقيقه. لان مش هعيش انا عشت معاها ايام فيها 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 حب وفيها نجاح وفيها أزمات وفيها حروب وفيها 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 فيها مرض، فيها مرض وتعب، وكنت جنبها وكنت ظهر وسند، وهي كانت جنبي. مش أنا بس اللي كنت جنبها، أنا لما تعبت بعد ما طلقناها هي اللي جت وقفت معايا. في حد بيعمل كده؟ فهي بغض النظر إن هي النجمة الأهم في الوطن العربي، وأنا بقول أهم مش من أهم، ها؟ بس هي الست دي عندي في حياتي حاجة كبيرة جدا جدا. تعبك كان بسبب الانفصال؟ لا. كان ثقيل عليك؟ ايه؟ تعبك كان بسبب الانفصال؟ نفسيا اتأثرت. وانا ما اتكسفش اقول كده. لا طبعا مش حاجة تكسف. لا انا ما اتكسفش اقول كده، دي مالهاش علاقة بقى بجموديتي وان انا جامد وبتاع ومش عارف ايه، ان شخص كان معاك طول الوقت. هي القدرة على الحب بعمق وبصدق دي قوة رهيبة. بالظبط، فاهم قصدي؟ لكن لا طبعا دي قصة حب كبيرة، مش 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 عادية، ها؟ وإلا ما كانتش وصلت للناس بالعمق ده. تمام؟ لو هي قصة حب عادية ما توصلش للناس بالطريقة دي. عمرها ما توصل للناس، ما كل يوم كل يوم اتنين بيحبوا بعض. وكل يوم نجوم بيتجوزوا. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ عشان كان فيها حاجة الناس حسيتها. بس ما حدش بيضحك على الناس. ما حدش بيضحك على الناس. ما كانش الانفصال اللي يعمل اللي حصل ده. ما كانش قصة الحب تعمل القصة دي، تمام؟ فلا طبعا حصل ان قريب الايام اللي فاتت نزل فيديو لدخولك مكان هي كانت فيه. الفيديو كان ترندنج، ان الناس كلها بتركز هي بصت ازاي لما عوضي دخل. لا احنا ما كنا تبناش، احنا ما تبناش. لا ما تبناش خالص، انا مشيت. هي غالبا لمحتك. لا ما حصلش. لا ما حصلش. الفيديو مش حقيقي. لا كل ده مش حقيقي. لا ما حصلش، ما تبناش اصلا. احنا يعني احنا ما تقابلناش. لا مش قصدي على خروج اسرار بيوت او حاجه خاصه او الكلام ده، بس هو سؤال بديهي. ايه اللي يخلي حب بالقوه والصدق والعمق ده ينتهي؟ ليه ينتهي؟ لا في فرق من ان الزواج ينتهي، في فرق من الحب ينتهي. مفيش حاجه اسمها كده، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده انا لسه بقول لك ايه، الحب الحقيقي اللي في حياتي، تمام؟ لكن انتهاء الزواج ده مش فراق يا عوضي؟
ماشي. ما دي ده دي بتبقى أقدار، دي بتبقى أقدار، لكن ده لا يعني إن هي تظل الأهم في حياتي. ما إيه علاقة ده؟ ليه مدخلين كله في بعض؟ عشان إحنا من وإحنا صغيرين اتعلمنا إن الناس لما بيحبوا بعض بيتجوزوا، ولما بيتجوزوا الحب بيعيش للأبد، أو بيطلقوا فبيبقى الحب انتهى وبيتجوزوا ناس تانية وبيعيشوا حياة تانية. ده بيبقى اسمه نصيب، ده نصيب. لكن احنا انفصلنا زي ما انت بتقولي كمراكي على قد احترام الناس لينا، على قد احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا. الناس تشوف منك الحلو، تشوف منك السعادة، فتبقى قدوة في ان انت بتصدر طاقة حلوة. لما باجي امشي من حد بحبه بالشكل ده بقول لنفسي ايه عشان اعرف امشي وانا قوية كده وماسكة نفسي؟ ان كل حاجة قضاء وقدر، يعني مش محدش فينا قصر في حق التاني، محدش فينا كان وحش مع التاني. لا ما احسبش كده يعني. يعني انا السؤال اللي عمال احاول اقوله مش خساره؟ ليه يعني؟ ده بيبقى، انا زي ما بقول لك، ده بيبقى قضاء وقدر، ده بيبقى قضاء وقدر. تمام. وانا حاطط لك بين قوسين لما سالتيني في بدايه الحب، قلت لك هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. فاهم قصدي؟ مش بقلل من اي حد دخل حياتي، لا لا لا، كل اللي دخل حياتي انا بحترمه. ازاي اصلا ممكن حد تاني يدخل حياتك وانت بتقول كده؟ عشان انا بقول الحقيقه. انا بقول الحقيقه، ف بقول الحقيقه. انا ليه انا اقعد اجمل الكلام؟ انا بقول طبعاً. انا بقول الحقيقه. لا طبعا. انا بقول لك ده ما يقللش حتى من اي حد دخل حياتي. لا انا ما انا ما قلتش حاجه تسيء الى احد. انا بقول لك الحقيقه، الحب الحقيقي في حياتي. هل معنى كده انه حب مزيف اللي بعد ده؟ لا ما قلتش كده. تمام. بس ده حب انا حسيته من جوايا يعني. هو كل حب بيبقى صادق، كل تجربة بتبقى حقيقية. وشفت منها أجدع الحاجات وأحسن الحاجات وأفضل الحاجات وبتاع. هي معروفة بالجدعنة طبعا. فعشان كده بقول لك ده أنا، لا ده هي تظل بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا في حياتي. عملت مشاكل أنت مع الستات ليه بس؟ قمت مدينا كده كام تصريح ذكوري بحت. واحد منهم بيقول الست كائن ضعيف والرجل كائن قوي. انت مش مؤمن بقوة الست؟ لا مؤمن بقوة الست طبعا. الست هي اللي بتربي وهي اللي الام مدرسة، يعني عادت شعبها طيبة الاخلاق. ايه الموضوع ضعيف ده؟ لا ضعيف كاحاسيس يعني مش ضعف ان هو ده حساس يعني. هو اسمه حساس. أيوة. مرهف. رقيق. ايوه ما مش هو ضعيف. هو ليه مطلوب من الراجل ان هو يحتوي الست؟ لان هو اقوى منها. هو الست المفروض انها تبقى اقوى من راجل؟ ففي كلمه ضعيف، فما الطفل ده طفل ضعيف، هل الطفل ده وحش؟ قلت انك ما بتحبش الست الفيمينست والست اللي عايزه تنتصر للفيمينيزم. ده ما هو ما فيش حاجه، وانه لو حصل خلاف بين الراجل والست لازم الراجل هو اللي نتناقش. بس الراجل هو اللي كلمته تمشي. ايوه انا بقول بتكلم في الصح. طب افرض ان الست رايها صح، ما احنا بيبقى عندنا بعد نظر وبيبقى عندنا حكمه. تمام. بيبقى عندنا كده حته انتوا ما بتشوفوهاش. تمام ماشي. ليه لازم الراجل اللي كلمته تمشي؟ لا انا بتكلم في حاجات معينه. مش بتكلم في نقاش ان احنا بنتكلم على كلها تلبس ايه واغير عليها من ايه. ايوه طبعا. هو ده في كلام يا جماعه، هو ده في كلام. يعني انا بتكلم في حاجه ثانيه، ان احنا بنتناقش مثلا في موضوع باخد رايه وبتاخد رايي. الراي الصح هو اللي يمشي لو رايها. بس انت ما قلتش كده، انت قلت رايي هو اللي يمشي. رايي هو اللي يمشي في حاجات معينه تاني. في لبس بقى، في قرار معين، في قرار مصيري. لا طبعا كلامي هو اللي يمشي. طبعا هو كلامي هو اللي يمشي. كلامي هو اللي يمشي. ومين اللي ماشي البيت؟ انتوا الاثنين شراكه. ايوه الكلمه. مين اللي سايق؟ اللي قاعده في البيت. اللي قاعده في البيت، اللي بانيه البيت على كتفها. طبعا طبعا طبعا. مين بقى اللي بيدير؟ هي ادرى بالبيت، بس في الاخر يبقى بالاتفاق. لا ما فيش. مش انا اللي كلمتي هتتكلم. بس انا اللي كلمتي هتتكلم. ما فيش حاجه اسمها كده. بتصطدم مع الستات؟ لا ما بصطدمش. لا ولا خالص. انا بحترم الست جدا. طب ليه ما بتحبش النسويات؟ لا عشان احنا، عشان انا ما بحبش الراجل اللي يطلع يقلل من المراه. صح؟ ما احترموش اكيد، لان انت عندك ام هي اللي ربتك. ازاي بتطلع تعيب في المراه؟ طبعا. وعندك اختك. طبعا. فبالتالي ما احبش الست اللي تطلع تعيب في الراجل، لان عندك ابوكي وعندك اخوكي. انت قصدك النوع ده. أيوة. من النسويات. ايوه هو ده اللي انا قصدي عليه. لا ما تعيبيش في الراجل. ما تعيبيش في الراجل ولا راجل يعيب في ست. يعني انا اقول لمراتي ما تنزلش فتتناقش معايا؟ تتناقش معاك يا عوضي إيه؟ ولو كلامها مقنع تنزل. مقنع ايه وما تقنعش ايه؟ مفيش نزول يعني. انا بس راجع متاخر. وتاخرت ليه؟ الكلام ده قديم قوي. لا قديم ايه؟ هو الصاحب يقدم يا جماعه.
ايوه ده مش يعني صح. انا مراتي مثلا اقول لها لا ما فيش تاخير بره البيت، تقول لا اتاخر وانا اتناقش، انا اتاخر النهارده ساعتين اتاخر ثلاثه، وفي حاجه اسمها كده؟ طب وانت شايف نفسك صح والست شايفه نفسها صح، مين اللي يحكم مين؟ لا انا لا انا اللي كده ما يمشي. لو وصلنا للمرحله دي الحكم والحكم يعني. لا لو وصلنا للمرحله دي هدخل حد ثالث يعني يحكم ما بيننا ولا ايه؟ لو وصلنا لمرحله انا صح وانت صح، لا تعدلها مره وتعدي لك مره. احنا بقى احنا كده اصحاب او تتعلموا تتفقوا، احنا كده اصحاب يا نهار ابيض. لا يعني احنا كده بقى انتوا ايه؟ مش قصدي يعني احنا كده بقى فريندز مش متجوزين بقى خلاص. لا ليه؟ انا مره وانت مره وانت صحاب قوي ومتجوزين. ماشي متجوزين، بس في قرارات مصيريه ما تقبلش الاسم على اثنين. يعني ما في قرارات مصيريه منها مثلا مواعيد خروجها ودخولها. لا ما هو ده يزعل في حاجه. هو ده يزعل في حاجه. يعني هو الصاحب يزعل ولا ايه؟ ما انا هنسيبها بقى كده داخلين خارجين براحتنا. ما ده صاحب تعوضي، صح من وجهه نظر عوضي. صح من وجهه نظر عوضي، فاهم قصدي؟ وده ما مش معناه ان ما بعملش كده غلط. انا مقتنع بايه؟ ما تنفعش تفرض عليا وجهه نظرك، ولا ما ينفعش افرض عليك وجهه نظري. ايه الصراع التاني الاكبر في حياتك بعد صراعك مع الاقدار؟ صراعك مع نفسك ولا مع المحيطين؟ لا مع نفسي. مع نفسي. ما عنديش صراع مع المحيطين، انا ما عنديش عداوه مع حد، خلي بالك. مش عداوه، لا ممكن انت من ناحيتك يبقى ما فيش. هم براحتهم. في صراعات فنيه، في صراعات مع النقاد، في حياه لا تخلو من الصراع. انت عمرك شفتيني ان انا طلعت رديت على حد هاجمني؟ لا. صح؟ هو انت ما انا بتهاجم. عشان كده بقول لك ممكن من ناحيتك انت ما فيش صراع. طب خلاص، ما هو ما دام انا مش مدور صراع ناحيتي يبقى ما فيش صراع. هو مدور صراع في دماغه، هو يعني ربنا يعني ربنا معاه بقى. لكن المهم انا فانت مدور عركه في دماغك عليا. براحتك، حارب طواحين الهوا بقى. اكبر صراع عشته مع نفسك يا عودي كان ايه؟ صراع مع نفسي اي حاجه بيبقى فيها جدل، انا صح ولا غلط، هو ده اللي انا كنت صح ولا انا مش عارف ايه، انا ظلمت ولا اتظلمت، انا عملت ولا ما عملتش، فاهم؟ هو ده اللي صراع مع مراجعتك لنفسك. مراجعتي لنفسي. احكي لي عن صراع مع نفسك كبير فاكره، فرق في حياتك، فرق في شخصيتك. صراع مع نفسي فاكره؟ مش فاكر، مش فاكر صراع يعني. كل انا اصلا كل يوم في في المواله، انا عملت ايه صح، عملت ايه غلط، عملت ايه صح، عملت ايه غلط وبتاع. يعني بحاول ان انا ابعد، ان انا اعمل حاجه اندم عليها او اعمل حاجه ازعل من نفسي عليها بعد كده. امتى ممكن تغلط نفسك؟ لو انا غلطان. لو انا غلطان يعني. لا ايه الحاجات اللي لو هي صدرت عنك يبقى انا غلطان؟ ان انا احرج حد، اصد حد يعني، اصد حد، ان انا اكسر بخاطر حد، ان انا اتكلم مع حد باسلوب مش حلو. عندك اختيارات صعبه عملتها في حياتك؟ حاجه ما كنتش عايزها ودخلت صراع مع نفسك واضطريت كان لازم تعمل اختيار؟ المواقف دي اللي هي بتبقى فيها اختيارات صعبه قوي في الشغل. في الشغل في الشغل مش مع نفسك، مش صراعات شخصيه. لا لا، اول ما بدات يعني نختار ده ولا تختار ده، لان لان الحياه اختيارات وربنا هو اللي بيوفق. فان انت ما بتبقاش عارف علم الغيب، فانت اخد الشغلانه دي ولا اخد الشغلانه دي؟ طب الشغلانه دي ممكن اظهر فيها ولا مش اظهر فيها؟ فهو ده اللي بيبقى طول الوقت بيبقى صراع، انا هختار ايه فيهم؟ انهي هبقى انجح فيهم؟ انهي هتشاف فيهم؟ دخلت صراع النمبر 1؟ لا عمري ما كان عندي صراع النمبر 1، عمري ما كان عندي صراع. دخلته دخلته تمام بشغلي، حتى لو مش باختيارك تمام، بس ما عنديش ما انا والله انا 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 مفيش حد هو رقم واحد في المطلق. الواحد هو الله. الواحد هو الله طبعا ونعم بالله. مفيش اي غير كده، كله في الاونط تمام، ومفيش حد واحد طول الوقت. في حد نمبر 1 في حته مش طول الوقت، في حتته. لا لا مش طول الوقت. لا لا مش طول الوقت. مين عملها؟ مفيش حد، مفيش حاجه اسمها كده. فلعبت كورة، فاهم قصدي؟ أساطير، فاهم قصدي؟ شخص خارق. لا مفيش حاجة اسمها كده، دي مش عدلة الدنيا. دي مش عدلة الدنيا، تمام؟ عدلة الدنيا إن النهاردة في مارادونا، وكان قبله في بليه، وفي النهاردة في ميسي ورونالدو، تمام؟ أنت شايف ده واحد، وده شايف نفسه واحد، وده ده واحد، فاهم قصدي؟ وفي مبابي. بس أنت وإحنا قاعدين دلوقتي مسلسلك رقم واحد، أو لأول مرة هو رقم واحد واثنين. ده فضل ونعمه من ربنا، مش شطاره مني. على مؤشرات البحث مش حق عرب رقم واحد، مسلسل حق عرب رقم اثنين. ماشي، ده فضل من ربنا وبدعم اخواتي ليا، تمام؟ لكن انا عمري ما اقول لك انا رقم واحد. ما تقولهاش ليه يا عودي؟ لان انا مش ما بصدقهاش، مفيش حاجه اسمها كده. انا راجل ناجح،
راجل مسلسلي ناجح، مسلسلي مكسر الدنيا، تمام؟ لانها لو دامت لغيرك ما كانتش تجيلك، فاهم قصدي؟ فالنهارده انا همي ان انا قاعد بفكر السنه الجايه والسنه اللي بعديها ازاي احافظ على حب الناس ليا، مش على نجاحي. حب الناس ليا عندي فكره ابرك من نجاحي. اتعلمت من تجربه حد؟ لا، ده انا اقولك اتعظت من شيء معين؟ من ما فيش حد، فيش. بص، لا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتصدم. الغرور بدايه النهايه. تمام. انا النهارده انا ستي، انا مسلسلي انجح مسلسل، تمام، الف شكر والحمد لله رب العالمين. انا اللي شاغلني ان انا قاعد بقى امشي اقول لك انا انجح مسلسل؟ لا، انا شاغلني ان انا السنه الجايه ابقى انجح مسلسل، والسنه بعدها انجح مسلسل. ناجح ولا انجح؟ لا، انجح. ما هو النجاح سهل. يعني يشغلك السنة الجاية ان انت تبقى مسلسل ناجح جدا، ولا ابقى انجح مسلسل؟ لا، يشغلني ان انا ابقى انجح من حق عرب. تمام؟ من حق عرب. من حق عرب، انا ببتدي من عندي مش من عند حد. بتنافس نفسك بس يعني. انا بقى ابقى انجح من حق عرب. وبعدين عايز اقول لك على حاجة، انا يهمني حب الناس اكتر من النجاح. يعني انا انجح والناس ما بتحبنيش، ما اشتريش. حب الناس جزء كبير من نجاح مسلسلك، من نجاح حق عرب؟ طبعا، حب الناس ليا ده هو ده الموضوع. انا بقول الكلام ده من قلبي، حب الناس ليا هو اللي نامني مبسوط. فراهن عليه. عارف ان الرهان على حب الناس كسبان في كل الاتجاهات، شغل او غير شغل. ايوه طبعا، لان انت عايش بحب. انت النهارده في منطقه وانت انهي يبسطك اكتر، تبقى اقوى واحد في المنطقه ولا اخطر واحد الناس بتحبه؟ لا، اخطر واحد الناس بتحبه. يمينا بقى اغنى واحد في المنطقه ولا اكتر واحد الناس بتحبه؟ واكتر واحد الناس بتحبه، فاهم قصدي؟ هو ده الموضوع، ان انت تنزل الشارع فاقعد يقعد 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 يقعد، كانك في المنطقه مش كانك معاه. ده اللي يبسطني. لكن انت نازل وبتاع مش عارف ايه، بس انت اغنى واحد فيهم، مش عايز. طب اقوى واحد؟ اقوى واحد والناس بتحبني، فاهم قصدي؟ بس الناس بتحب القوي. تمام؟ يعني قوي المحبوب. قوي المحبوب. البطل الشعبي. قوي المحبوب. هي دي. البطل الشعبي. شفتي ترجعتي ان قناعاتي هي اللي انت بتشوفيها. ايوه. دي قناعاتي. تمام؟ فانت تقعد تحارب فيها وتضرب فيها وتتفه منها، اعمل اللي انت عايزه. انا مش هغير دماغي. انا كبرت كده افضل كده. اصل انت عارف يا عوضي، انت كممثل ممكن يتخاف عليك من ايه؟ من حته وقع فيها اخرين، اللي هي حته انا الدور اللي بلعبه دايما جزء من شخصيتي الحقيقيه، فانا ما بخرجش من الحته دي. لا لا لا. فانا بعيد انتاج نفس الشخصيه او نفس التركيبه النفسيه باسم مختلف وقصه مختلفه وظروف مختلفه. لا. لكن في الاخر انا احمد العوضي، انا مش الشخصيه اللي بلعبها. هقول لك بقى انا القصه فين. النهارده انا بعمل، انت مش واعي للي انت بتقوله. انت بتقول انا الراجل ده ما بعملش غير شعبي. هو انت فاهم يعني ايه شعبي؟ اكاد اجزم لك ان هو مش فاهم يعني ايه شعبي. انت الشعبي ده يعني 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 يعني, يعني ابن الحاره، يعني ابن الحارة. يعني البلد يعني. وصلنا ابن الحاره. هو الحاره دي فيها مين؟ فيها احمد ومحمد ومحمود وصابر وحسين وحسن ومرقص. صح؟ طيب، بيت احمد غير بيت محمود، وبيت محمود غير بيت محمد، ومحمد غير صابر، والله احنا كلنا غير. بمعنى ايه؟ غير مفاهيم غير يعني؟ لا، ده تركيبته غير ده، وده علاقته بامه غير ده، وده علاقته بابوه غير ده، وده عنده حكايات في بيته مش عند ده، وده عنده حكايات مع اخواته مش عند ده، وده حكايه مع خلانه مش مع ده، وده مخصص مع امامه مش مع ده. بس في الاخر احمد ومحمد ومحمود جيران من نفس المنطقه، من نفس الشارع. المفروض اعمل لك انا ايه بقى؟ اعمل لك بقى انا من اطلع لك بقى فرنسي ولا ايه؟ يعني انت يا عوضي بترفض ان انت تعمل ادوار مهما كانت ابداعيه بره الحته دي؟ مش فكره ابداعيه يا جماعه، مش فكره ابداعيه. هو انا في الاخر بقدم يعني قصدي مش ممكن يكون عندك قدره على ده؟ يعني عندك
وماشي شبع عوضي. هو هشام عشماوي ده شبع عوضي؟ هو هشام عشماوي ده شبع عوضي؟ عوضي راجل محب لوطنه، محب لبلده، محب لجيشه، محب لشعبه، فمازي الشعب المصري. وده واحد في كل مساوئ الدنيا، كاره لدنيته، كاره لبلده، كاره لشعبه، كاره لجيشه، كاره وكاره وكاره وكاره. وانا مش عملته؟ نجحت فيه. صحيح صح، نجحت فيه. كنت هسألك دلوقتي، فكرة ان انت طلعت ارهابي، والارهابي ده مش جدع، مش جدع، بس انا بعمله وخاين وخسيس. بعمله بقى بديك قدوة ولا بوريك مساوئ الشخص ده؟ بعلمك ان انت ما تعملش زي ده. شعورك بقى ايه بالتجربة دي، وتكررها ولا لا؟ لا طبعا، ده فخور ان انا عملت الاختيار. لا، ان انت عملت الاختيار اكيد طبعا. لا انا بتكلم بقى على ايوه لا ده لعبك لدور ارهابي. شمع عشماوي ده انا وصلت منه رسالة ان ده راجل خاين، راجل سفاك بيسفك الدم وبيحلله وبيحارب بلده وبيحارب بيت جيشه وبيحارب شعبه. تمام. كل ده وصلت لك من خلال دور. لا ده انا لان انا مؤمن ان ده شخص سيء، شخص خاين. طب شفت بقى، فهمت قصدي؟ ايوه ماشي. هو ده قصدي. تمام. انه في ادوار حلوه قوي وانت كموهبه قادر تلعبها، بعيده او بره، او احتمال كمان تكون عكس الجدعانه والشهامه. انا لعبتها اهو. طب انت بتنسى ليه الاختيار؟ طب انا قعدت قبل ما ابقى نجم كنت بعمل ظابط. ها فقال لك ده ما بيعملش غير ظابط. طب ماشي، سيبنا الظابط، عملنا الشعبي. ما بيعملش غير شعبي، امال اعمل لك انا ايه بقى؟ مش فاهم انت، ابطل تمثيل؟ فاهم قصدي؟ انا كل ما اعمل لك الشغلانه تقعد تقول لي انت ما بتعملش غيرها. تمام. فانا لعبت الظابط ولعبت الارهابي ولعبت الشعبي ولعبت الصعيد. انت في ادوار معينه او مشاعر معينه ترفض تلعبها، منها تمام. الخيانه. طب انت ازاي لعبت لحظات الانكسار في حق عرب؟ لان انا عندي رساله عايز اوصلها، فاوصلها من خلال هو انا وصلت لك ايه في حق عرب؟ انا النهارده خليتك تشوف عوضي بيتهان في الشارع وبيتكسر ومش عارف ايه، لان انا وريتك عرب السويركي لو عوضي وهو بطل وان هو محدش بيعرف يضربه وان هو بيعمل وبيكسر وبيبتاع. انا كسرته لك ليه؟ عشان اوصلك ان المخدرات قادره لوحدها بس تكسر راجل من 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 يعني تنزله من السماء لسبع ارض. يبقى راجل كده ايه ماشي، ناس اطلاح ولا جاي بيهلفت فيه. هو ده اللي قاله لامه ان هم ضربوني بالحقن، فبقيت عامل زي الخيال المات، الورقه البيضاء، ورقه اي حد ينفخ فيها يقع. هو ده اللي انا عايز اوصله لك، لان هو لما اتضرب هو اتضرب وهو عفيته ولا اتضرب وهو مخدرات. فدي رساله انا اوصلها لاخواتي الشباب. اوعى والطريق ده، لان مفيش حاجه هتكسرك غير ده، مفيش حاجه هتضعفك غير ده، مفيش حاجه هتهز هيبتك غير ده. ما هو ده دوري ان انا كنجم وبعمل مسلسل، ان انا اقدم لك ايه من المسلسل ده في الاطار اللي انت بتحبه من عوضي. على سيرة الصراعات الفنية، الفنان بيومي فؤاد قال إن هو البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني، إن الأب هو البطل في الأصل في الفيلم ده. ده من وجهة نظر مين؟ الأم؟ بيومي فؤاد هو قال كده. يعني إيه الأب من وجهة، يعني مش فاهم، هو بكر الإسكندراني في التريلر. يعني قال إن أسامة أنور عكاشة كاتب الفيلم كده. هو أسامة أنور عكاشة كلمه يعني؟ هو يعني مش فاهم، مفيش حاجة اسمها كده. هو الفيلم لما جه عملنا الاعلان بتاعه قال لك من النهارده اسكندريه ليها كبير، قال بكر الاسكندراني ولا قال علي الاسكندراني؟ بكر الاسكندراني اللي هو الابن، اللي هو الابن. النهارده استاذ مخرج كبير استاذ خالد يوسف لما اعلن عن الفيلم، ما هو صوره مين اللي نزلت مع استاذ خالد؟ صوره عوضي صح؟ تمام. الناس عارفه ان هو في الفيلم بطوله مين؟ بطوله عوضي. الناس داخله ايه مش فاهم. يعني هو مين اللي عنده صراع؟ انا عندي صراع مع انت ما تيجي تحدد البطل، شوفي بكر الاسكندراني صراعه مع مين؟ صراعه مع ابوه وصراعه مع ابن عمه. ما هو المفروض ان في الصراع ده بقى هو الاستاذ بيومي بيقول ان في الصراع ده الاب هو البطل. انا فاهم ده انا بقول لك من وجهه نظر الام اكيد، مش من وجهه نظر حد يعني. وبكر الاسكندراني بيصارع ابوه وبيصارع قمر اللي بيحبها وسابته، وبيصارع ابن عمه، وبيصارع الاهل الحته اللي وافقوا على الجواز فقرر ينتقم منهم كلهم بالتعاون مع صاحبه وزكي. تمام. لكن علي الاسكندراني بيصارع مين؟ بيصارع ابنه. خمس صراعات قدام صراع، مين البطل؟
وانا واحنا بنجي نتكلم النهارده في مين البطل. ف طب ليه قال كده؟ ما اعرفش يعني. تمام، هو بطل من وجهه نظره. تمام عادي، فاهم قصدي؟ المشكله يعني هو البطل من وجهه نظره. انت الكلام ده ما ضايقكش؟ ما ازعجك؟ لا خالص، لا يزعج مين؟ مفيش الكلام ده. انا معروفه يعني، لو جبت حد في الشارع وقلت له الاسكندراني يقول لك احمد العوض. ولا بتاعت مين؟ احنا بتوع كله بتاعت مين؟ ما النهارده اسكندريه لها كبير، بكره الاسكندراني بتاعت مين؟ يعني مين اللي غوى الشباب؟ طب الصراع ده مع بيومي فؤاد جه منين؟ مفيش صراع. لا مفيش صراع، هو بس يا ده قصدي من ناحيته هو. لا مفيش صراع، انا ما عنديش صراع، انا برد على اللي اتقال. لا قصدي من ناحيته هو، يعني ليه هو يطلع يقول ممكن هو يكون شايف كده؟ الأب هو بطل. ايوه ممكن يكون هو، ممكن على فكره ممكن هو قاري من ناحيه، يعني ممكن هو قرا دوره، يعني ممكن هو قرا دوره فافتكر ان ان هو البطل، لكن هو لو قرا الفيلم كله يعرف ان بكره هو البطل. يعني لا مش صراع ولا حاجه، ممكن يكون بس هو قرا دوره. تمام؟ اتكلم معاك في حاجه زي دي؟ لا خالص، لا خالص، مفيش حاجه، مفيش صراع اصلا. سكت كتير على حاجات مش عاجباك قبل ما تبقى بطل؟ قبل ما تبقى بطل اعمالك؟ انا بطل او مش بطل، انا عمري ما رديت. يعني انت الموضوع اللي انت بتقوليه ده انا ما رديتش، لان هو مش حقيقي يعني. انا بص، اي حاجه مش حقيقيه بتتكلم. قصدي في شغلك وانت بتمثل ادوارك تحملت اساءات من زملاء؟ لا عمري، عمري ما حد اسال لي. لا انا اتضايق بقى ان انا اتعمل فيا وبتاع ومش عارف ايه، لا 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 فيش الكلام ده. ان انا استحمل اساءه، ده ليه استحمل اساءه؟ ليه استحمل؟ وليه حد يسيء لي اصلا؟ ليه؟ في بدايتك مخرج اساء ليك واستبعدك؟ استبعدك بطريقه مش لطيفه؟ ما اساءش الي، لا 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 بدليل انك انتقمت، انت استبعدته لما كبرت. ما انت لما بقيت بطل ما انتقمتش وما اساءش الي، ومعنى ان هو ما اختارنيش يبقى هو اساء الي. طب انت ليه رفضته وما اخترتوش؟ عشان هو نفس السبب اللي ما اختارنيش، هو شايف ان انا مش مناسب للدور. وانا بعمل حاجه هو مش شايف ان هو هيطلعني بالشكل اللي انا عايز اطلعه. ما كانش واحده بواحده؟ لا خالص، ليه واحده بواحده؟ ليه؟ ليه واحده بواحده؟ على طريقه قلا ولعبت يا زهر. لا والله، والله ما عندي روح الانتقام، والله ما عندي روح الانتقام. هو فعلا ما كانش شبه الحاجه، هو بدليل ان هو ما كانش يعرف ان هو مترشح في الموضوع. ولو جه حاجه تناسب انا اتمنى اشتغل معاه، ما عنديش حي روح الانتقام. الانتقام بيخسر، خلي بالك. يعني روح الانتقام ده بيتخسر هو. بس هو الصدفه لعبت دورها في الموضوع. ان انت رفضتني في يوم، فانا فاتحسبت ان انت رفضتني فانا رفضت. مفيش كلام. بتنتقم بشغلك بنجاحك؟ بنجاح بشكل الانتقام بتاعك؟ انجح، بس هو مفيش حاجه انجح. اللسان ما بينتقمش والايد ما بتنتقمش. انا مش في غابه. بس انت النهارده بتقول عليا وحش. فانا اثبت لك ان انا حلو بنجاحي، اثبت لك ان انا حلو بشغلي، اثبت لك ان انا قدها باجتهادي في العمل. من الصراعات للمورال مع احمد العوضي. المورال، الخلاصة، عندك شبح بيطردك؟ هاجس بيخوفك؟ حتى لو عندي مش هقول. ليه؟ عشان انت جامد بقى؟ لا مش عشان انا جامد، عشان يعني إيه؟ سيدنا علي بيقول لك كل ما هو متوقع آتٍ فتوقع ما تتمنى. ما اقولش، ما اقولكش عمر انا خايف من ايه. التوقع مش قول، التوقع فكره. لا ما هو اللي قول لو هي موجوده، لو الفكره موجوده، لو الهاجس موجود. فكره بتبتدي منين؟ فكره بتبتدي منين؟ من قواله، من المشاعر، قواله، شعور ثم فكره. هو كده احنا كده، شعور والفكره، فكره الشعور والفكره كافيين لجذب اي حاجه. يبقى خليها لنفسي زي الحلم، فاهم قصدي؟ يعني زي الحلم. يعني لا تحكي رؤياك الا للحبيب. شبح من الماضي ولا من المستقبل؟ لا اكيد من المستقبل. من المستقبل طبعا، مش من الماضي. يعني ايه الحاجه اللي نفسك تغيرها في احمد العوضي وبتحاول؟ العصبيه، الزربانه. ايه الحاجه اللي غيرتها وسعيد بيها؟
ان انا افكر قبل ما قبل ما دب. ايوه افكر ان العقل يسبق ايدي. تمام. العقل يسبق العضلات. طبعا طبعا طبعا. والا تبقى انسان مش متزن يعني. لو تذكر بعد 100 سنه من النهارده تحب ايه اللقب اللي تذكر بيه؟ حبيب الغلابه. حبيب الغلابه. ايوه ده اكتر حاجه انا بحبها طبعا طبعا. عندك امنيه فات اوانها من غير ما تتحقق، او امنيه حاططها قدام عينك ومصر تحققها؟ الهاجس اللي بيطاردني دلوقتي ان انا الناس تبقى بتحبني والناس تبقى مصدقه فيا وانا ابقى عايش بحب الناس. الهاجس متعلق بتغير الاحوال طبعا، لان انا هو ده، انا ما يهمنيش النجاح يستمر قد ما يهمني ان حب الناس يستمر. ده يعني لان احنا بنكبر وان احنا بن 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 بنعجز ومش هنبقى طول الوقت نجوم، مش هنبقى طول الوقت شباب، ومش طول الوقت هيبقى جسمنا حلو، ومش طول الوقت هيبقى شكلنا حلو، بس هيبقى لك السيره الطيبه ان الناس تذكرك بالخير. اقول لك الراجل ده انا كده بس، زي ما انا شوف راجل كبير كده فاقول لك اه الراجل ده الناس بتحبه، بس هو ده اللي يهمنا. بس في امنيه ما اتحققتش وفات اوانها؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله لا. وبعدين حتى لو في امنيه ما اتحققتش وربنا مش بيدي كل حاجه، احنا مش في الجنه. لا لو في امنيه ما اتحققتش يبقى خير، واحنا مش في الجنه، لازم نبقى احنا واعيين لده. ما هو انت ربنا لو اداك كل حاجه في الدنيا يبقى الجنه ايه بقى؟ ايه الجنه؟ ايه الجنه؟ ان انت كل اللي انت عايزه بيحصل لك. ما هو انت لازم يبقى في حياتك حاجه ناقصه عشان تفضل دايما تطلب من ربنا. تمام. هو الحقيقه انه لو ربنا ادى بشر كل شيء هيفضل في حاجه عايزها بره اللي اخده. ودايما عشان تدعي. تمام. ما هو ربنا يسيب لك حاجه عشان تدعي له. بس دايما تشكر ربنا على اللي انت فيه. بس كل واحد ما بياخدش باله من النقطه دي، كل واحد باصص على ناقص منه مش على اللي معاه. من قلبك بصدق بدون اقنعه وبدون افتعال هطلب منك تقول كلمه للناس على المسرح. انا عايز اكلم كل اخواتي، عاوز اقول لهم وقفوا جنب بعض وايدكم في ايد بعض، محدش يبخل بحاجه على اخوه، لا في موقف ولا في طلب بيطلبوا منه، وان احنا طول ما احنا ايدينا في ايد بعض كلنا هنبقى احسن. وعاوز اقول لكم حافظوا على البلد وحافظوا على الوطن، وان الوطن ده بيكبر بكلنا مع بعضينا، مش بيكبر يعني بحد واحد او اتنين او ثلاثه، كلنا مع بعض لازم نكبر ببلدنا، ولازم نسعى كلنا ان احنا ننهض ببلدنا، ولازم نبقى واعيين لاي حد بيخرب البلد، ولحد حد بيحط في دماغكم افكار مش مظبوطه ويحاول يوقع البلد اللي هي طول عمرها واقفه على رجليها وطول عمرها صامده وطول عمرها ثابته. ولازم نبقى احنا كلنا واعيين لاي مؤامره بتتعمل على مصر الحبيبه، ونبقى عارفين ان احنا في ناس كتير قوي متربصه بينا. بس هو ده اللي كنت عاوز اقوله لكم، وكل سنه وانتم طيبين، وانتوا اخواتي وانا بحبكم. شكرا.